بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في حصة من حصص قناة الأستاذ رهوي سفيان لقناة مادة هندسة الطرائق. اليوم حبيت نخدم معكم أو نحل تمرين في مجال الثاني اللي هو في الجليسيريدات أو الأحماض الدهنية والجليسيريدات الثلاثية. التمرين هذا كنت درجته في امتحان أو اختبار الفصل الأول للسنة الدراسية 2019-2020. هو تمرين مليح بالنسبة لي، أنا تمرين مليح في أفكار. التمرين هذا انطلقنا أو كان على قسمين فرعين. انطلقنا من جليسيريد ثلاثي إكس مجهول يتكون من ثلاث أحماض دهنية A B C. أيوة. إذن قبل ما ندخل في التمرين غير يقول لك يتكون من أحماض دهنية مختلفة، إذا هذا الجليسيد الثلاثي غير متجانس. نبدأ نحل التمرين بالعقل. الآن هذا التمرين أو هذه الأحماض الدهنية A و B و C باش نصيبوها، بحيث قال لك بحيث نقرأ الآن بحيث واش يقول لك. الحالة الأولى تفاعل المركب A مع الإيثانول وبوجود حمض الكبريت. تفاعل المركب A حمض دهني مع الإيثانول كحول. الآن تفاعل الأحماض الدهنية مع الكحولات شفناها اللي هو التفاعل الأستر، قال لك باللي ينتج مركب دي. إذا هذا المركب دي كتلته المولية 256 وماء. إذا هذا المركب دي هو عبارة عن، نكتب هنايا أستر، أيوة، وماء. علما أن المركب A هذا لا يتفاعل مع اليود. المركب A ما يتفاعلش مع اليود، إذا واش نقول هذا؟ حنا قلنا الأحماض الدهنية كي ما تتفاعلش مع اليود واش معناها؟ معناها مشبعة، معناها من الشكل CN صفر. CN صفر معناها مشبع، ما عندوش روابط مضاعفة، من الشكل CN H2N O2. خلاص هذا مفروغ منه. شفتوا كيف بدأوا تحلوا التمرين بهدوء؟ تجي عندكم الأفكار وتبدأوا تحلوا التمرين بكل سهولة. المركب بي قرينة حموضته هي إيلي A تساوي القيمة هذه اللي هي 198.58، والرمز نتاعو سي أن واحد دلتا تسعة، معناها غير مشبع وعنده رابطة مضاعفة وين؟ في الموقع تسعة. وسهل لك الأمر، معناها المركب A دوك نصيبوه بكل سهولة، والمركب بي كذلك انطلاقا من قرينة الحموضة نقدر نحسبوا الكتلة المولية ونجدوا الصيغة النصف المفصلة تاعو. نصيبوا في البداية الصيغة المجملة، بعد ذلك نوجدوا الصيغة النصف مفصلة. تعديل الحالة الثالثة كتلة أم، كتلة أم كتلتها اللي هي أم 2.304 جرام من المركب سي المشبع. زاد قال لك مشبع، كي نعدلوه ب 15 مليتر من ان اواش تركيزه، نعدلوه باش ب 15 مليتر من ان اواش تركيز تاعو 0.6 نظامي. ايوا جد الف جد الصيغ النصف مفصل المركبات A B C. هنا الان توضحت الصوره. السؤال 2 او ب، اكتب ناتج تفاعل مركب B مع كامانوكات وحمض الكبريت. شوفوا لو كان تركزوا في التمرين هذه اللي هي تاع الاحماض الدهنيه الى اخره، راح تشوفوا باللي دائما يقول لك اوجد السياق A وB وC، ولا A وB مشكل الحمض الدهني الثلاثي جليسيريد، ولا الى اخره، وراح يقول لك الاكسده معناها يركز لك الاكسده الايماها الى اخره. اكتب الصيغه المحتمله لثلاثي جليسيريد، كذلك الصيغه المحتمله قبيل في التمرين السابق اللي شفنا بلي ثنائي جليسيريد، شفنا الصيغ المحتملة وشفنا يتكون من حمضين دهني مختلفين. الآن راح نشوفوا ثلاثي جليسيريد يتشكل من أحماض دهنية في ثلاثة مختلفة. الآن راح نشوفوا كيفاش نكتبوهم. الفرع الثاني، أيوا فرع مهم مليح، لتكن لديك عينة إجراك بها 70% من ثلاثي جليسيريد إكس و 30% من حمض دهني A، جد قيمة قرينة التصبن إي لي إس. هذا كي نوصل ليه بعد نشرحوه مليح مليح. الآن نشرع في حل هذا التمرين اللي هي أولا
إيجاد الصيغ نصف مفصلة أ و ب و سي. حنا واش قال لك في أ؟ قال لك نفاعل أ مع الإيثانول، معناها عندنا أ زائد الإيثانول تفاعل عكوس في وجود H2SO4، واش ينتج؟ ينتج المركب دي زائد ماذا؟ زائد H2O. هذا قلنا أستر، خلاص هذا حمض دهني، وزاد قال لك مشبع. خلاص نجو لازم نجو الكتلة المولية نتاعو باش نقدر نعرفوه. الآن عندنا أم لي أ زائد أم نتاع الإيثانول، نرمزو له كمثال إكس، أم إكس. أيوا وش يساوي لك؟ يساوي لك أم لي دي الكتلة المولية تاع دي زائد أم لمن؟ للماء اش اثنين. نكتبوا بالأسود أو الأزرق أحسن. الآن نحوسوا على أم أ، هذه نبحثوا عليها، معناها أم لي أ واش يساوي لك؟ يساوي لك أم لي دي أيوا زائد أم اش اثنين أو ناقص ماذا؟ أم لي إكس. أم لي إكس كما نعرفوها أم تاع إكس اللي هي الإيثانول، صيغة الإيثانول نعرفوها باللي هي سي اثنين اش خمسة أو اش، معناها اللي هي 12 في 2 زائد ماذا؟ زائد 6 تاع الهيدروجين زائد ماذا؟ زائد الأكسجين اللي هي 16. 12 في 2 24، نزيد لها 6 اللي هي تولي عندكم 30، و16 تولي 46، معناها ام اكس تساوي لك 46 غرام على المول. الماء نعرفوه باللي هو 18 غرام على المول، ودي اعطاها لك اللي هي 256، معناها ام ا واش تساوي؟ قلنا تساوي لكم 256 زائد 18 ناقص شحال؟ 46. هذه كي نحسبوها رايح شحال نلقاو؟ نلقاو 228 غرام على المول. وزيد واش قال لك؟ لا يتفاعل مع اليود، معناها مشبع، صيغته من الشكل سي ان اش 2 ان اود. ايوا نشوفوا من هي نكملوا، معناها عندنا ام لي سي ان اش 2 ان او 2 تساوينا قلنا 228، لقيناها 228 تساوي 228 غرام على المول. ايوا واضح. الان نعوضوا السي ان واش معناها 12 ان، الهيدروجين واحد معناها زائد 2 ان، والاكسجين 16 معناها 16 في 2 32 تساوي 228. هاي الان بعد ما نحسبوا ننقلوا المجاهيل على جهه راح نصيبوا ان شحال تساوي؟ تساوي 14. هذا كي نحبوا نكتبوا بما انه مشبع معناها سي عفوا سي 14 صفر، صيغته العامه سي 14 اش حال 14 في 2 28 او 2. ايوا صيغته النصف مفصله بما انه حمض دهني سي اش 2 ومن سي اش 3 فيه 14 ذره كربون، ها معناها عندنا زوج، هذا اللي منا وهذا اللي منا، شحال يبقاو؟ يبقاو هنا 12. ايوا الان راح هذا هو الصيغه تاع بي. الان بي واش قال لك؟ بي قرينة حموضته هي اي لي ا ورمزه كذا. الان احنا نعرفوا باللي حمض دهني معناها اسيد غراس تاع بي، نزيدوا له كواش ما يهمنيش الناتج، معناها واحد مول من الاسيد غراس تاع بي اللي هو بي يعطي لك واحد مول منين؟ من الكواش. وعدنا الكتلة المولية نتاع من؟ نتاع بي، تعطي لك الكتلة المولية تاع الكاواش اللي هي شحال؟ 56، قول عدد الميليغرامات من الكاواش اللازم لتعديل الأحماض الدهنية الحرة الموجودة في 1 غرام من المادة الدهنية، معناها 56 فاش في 10 قوة 3 نحولوها الميليغرام، وعندنا 1 غرام يقابل لك شنو؟ إيليا اللي هي تساوي لك شحال؟ 198.58. الآن إيلي أ هنا واش تساوي لك؟ هنايا كي نحبو نكتبو إيلي أ واش تساوي؟ تساوي لنا 1 غرام في 56
في 10 قوة 3 نقسموها على الكتلة المولية نتاع من تاع بي تساوي القيمة هذه، ومن بعد نخرجوا عبارة بي. الآن قلنا إي لي أ واش تساوي لك؟ تساوي لك 1 غرام في 56 في 10 قوة 3 نقسموا على من؟ على أم لي بي. وهذه واش تساوي لنا القيمة نتاع شحال عطانا؟ الحمض الضوء الإي لي أ اللي هي 198.58 الآن نطلعوا أم لي بي هنايا ونهبطوا هذه هنايا، معناها يستلزم أنها أم لي بي واش يساوي؟ يساوي لك 56 في 10 قوة 3 ونقسمها على 198.58. هذه كي نحسبوها راح نلقاوها 282 غرام على المول. أيوا حنا قالك بلي رمزه سي ان، أيوا واحد دلتا 9، معناها من الشكل سي ان اش 2 ان ناقص 2 او د. هذا معناها ان اللي هذه واش تساوي لك؟ تساوي لك 282 غرام على المول. واضح؟ الان نعرف باللي 14 ان اللي هي 12 ان و2 ان 14 ان ناقص 2 و32 معناها زائد 30 تساوي لك 282، يستلزم لك ان ان شحال نلقاوها؟ نلقاوها 18، معناها صيغته سي 18 اش 18 في 2 36 ناقص 2 معناها 34 اوتو. هذه هي صيغته. صيغه النسبه المفصله تاع بي واش راح تكون؟ تكون سي اش سي اش 2 قلنا في الموقع 9 معناها 7 مرات سي اش رابطه مضاعفه سي اش هذه 12 هذه 9 هذه 10 ومن بعد 10 وهذه 11 شحال قولي؟ قولي 7 معناها هذا الشكل. هذه هي صيغه بي. ايوا نواصلوا حل التمرين وايجاد هو ايجاد الصيغه نتاع من؟ نتاع سي. ايوا قال لك التعديل. التعديل معناها واش معناها؟ عندنا في التعديل كي كنت نقطة التعديل تولي عندكم ان نتاع من؟ نتاع الحمض الاسيد تاع اللي هو اسيد جراس تساوي لك ان نتاع من؟ نتاع الكاواش. ان نتاع اسيد جراس يقول لك ام على من؟ على ام كبيرة تاع تاع بي نتاع سي. واش تساوي لك؟ تساوي لك ان نتاع الكاواش نعرفوا بلي ان تساوي لك سي في في سي في في. كاين اللي يقول لك عطيت لك هو عطى لك النظاميه ما عطالكش التركيز. حنا نعرفوا باللي انا واش هنايا عدد التكافؤ نتاع واحد معناها التركيز تاعو هو نفسه النظاميه نتاع من؟ نتاع الكاواش. ايوا حنا واش نحوسوا؟ نحوسوا على الكتله الموليه نتاع من؟ نتاع سي. واش تساوي لك؟ تساوي لك ام على من؟ على سي في في نتاع من؟ نتاع الكاواش. والكتله هذه تاع من؟ نتاع تاع تاع سي تاع لاسيد جراس. وتعويض عددي كي نحبوا نعوضوا الان تولي عندك 2.304 نقسموها على سي اللي هي 0.6 ونضربوها فاش؟ في 15 مليلتر. وال 15 مليلتر نحولوها للتر معناها تولي لك 10 قوه ناقص 3. هذه كي نحسبوها ام لي سي كي تحسبوها راح تلقاوها 256 غرام على المول. وقال لك باللي هو مشبه، المشبه معناها صيغته اللي هي سي ان اش 2 ان اود. الان معناها تولي عندك 14 ان زائد 32 تساوي 256. ايوا هذه يستلزم كي نحسبوا نلقاو ان شحال تساوي؟ تساوي لك 16. معناها صيغته هو مجمله سي 16 اش 32 اود. صيغته النسبة المفصلة هي سي واش سي اش 2 14 مرة سي اش 3. كاين يقول لك علاش 14 15 16 معناها هذه مفروغ منها، هذه درتوها في الدرس معناها هي صيغة سي. الآن هنا جاوبنا على السؤال الألف، هنا وجدنا أ وبي وسي. أيوا
يعني قال لك اكتب ناتج تفاعل المركب بي مع الكامانوكات وحمض الكبريت بي صبناه. روحوا نفتحوا صفحة جديدة. أيوة. بي لقيناه باللي هو صيغته اللي هو الآن السؤال با. بي لقيناه اللي هو سي واش سي اش 2 7 مرات سي اش رابطة مضاعفة سي اش وبعد سي اش 2 7 مرات سي اش 3. هذا بالوجود الكامانوكات وحمض الكبريت اللي هو اش 2 اس اوكات معناها هذه أكسدة عنيفة راح تتكسر لك الرابطة المضاعفة هنايا وتعطي لك وظيفة حمضية، معناها تولي عندك مركب ثنائي الحمضية اللي هو هذا ثنائي الحمضي وهذا مركب أحادي الوظيفة الحمضية، معناها الناتج نتاعهم اللي هو سي واش سي اش 2 7 مرات سي او او اش زائد ماذا؟ زائد هذا اللي هو نكتبه تحته سي اش 3 هذا أحادي الوظيفة الحمضية 7 مرات سي او او اش. أيوة. هذا هو تفاعل الأكسدة للسؤال 2. الآن قال لك اكتب الصيغ المحتملة لثلاثي جليسيريد اكس. أيوة. الآن دوك الآن نبداو نكتبوا الصيغ المحتملة لثلاثي الجليسيريد اكس. الآن هنا على عجالة احنا بما انه يتشكل من ا وبي وسي معناها راح يكون في البداية المحتملة ا هنا بي هنا وسي هنا، بعد ذلك نكتب لون مغاير تبقى لك هنا ا ومن بعد نبدلو بين سي وبي. هايو بلون مغاير راح دوك واش نبدلو؟ نبدلو بين ا وسي تولي عندك هنا او نكتب هنا بي وهنا نكتب ا وهنا نكتب سي. كاين يقول لك نكملوه في ستة، دوك نجربوهم في ستة نفرضون نخلو هنايا نبدلو بين ا و سي هنايا تولي عندك هنايا سي وهنا تبقى لك بي وهنا تبقى لك ا. هايوا نخلو بي في الاعلى ونقلبو بين ا و سي معناها تولي عندك هنايا سي وهنايا ا. نزيدو نخلو سي في الاعلى ونكتب هنايا ا وهنايا بي. شحال عندنا صيغة هنا؟ صيغة 2 3 4 5 6. أيوا دوك نبداو نشطبوا على الصيغ المكررة. عندنا هذه أ بي سي، كاينة واحدة أخرى اللي هي هاي وراهي اللي هي من تحت أ بي سي، لأننا كي نبدلو نغيروه 180 درجة أ هو كان في الأعلى شوف ولا لتحت، بي كان في الوسط يبقى هو في الوسط، وسي ولات في الأعلى معناها السي طلعت لهنا وأهبطنا. هذا كي دوروه 180 درجة يولي هذا، معنى هذا نحذفوه. أيوا نشوفوا أ سي بي، هاي وين راهي نفسها أ سي بي، كي نبداو من تحت هذا كي نبداو من الأعلى هذا كي نبداو من الأعلى من الأسفل أ سي بي معناها كي بدل دورناه 180 درجة. كاين اللي ما يفهمش واش معناها ندوروه 180 درجة، نفرضوا احنا عندك هاولي كحول هاليك اللي هو الجليسيرول أسيتي أو مثلا أي أي كحول مثلا هاليك سي أش 3 عفوا سي أش 2 او اش نكتبو لك خطية سي اش او اش وهنايا سي اش 2 او اش. الان هذا كيفاش نسموه يا اخي؟ كي نسمو منه هكذا والله هكذا سي كيف كيف ولا ماشي كيف 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 نفسه، اذا هذا ثاني نفس الشيء غير كي كتبنا الجليسيرول بشكل عمودي هكذا تلفت لكم، لا هو هكذا والله هكذا سي كيف كيف. هذه ملاحظة مهمة. الان روحوا نشوفوا بي ا سي معنى هذا نحذفوه. ايوا نشوفوا بي ا سي هاي لك بي ا سي هاي كنا بدينا هكذا والاخرى بدينا هكذا معنى هذه ثاني نحذفوها، بقاو لنا ثلاث صيغ محتمله. الان نفتحوا صفحه. ايوا واش عندنا؟ عندنا سي اش 2 او سي او ومن بعد نكتبوا كمثال سي اش 2 12 مره واش يجي؟ يجي سي اش 3 ومن بعد سي اش او سي او نكتبو الغير مشبع سي اش 2 7 مرات سي اش رابطه مضاعفه سي اش ومن بعد سي اش 2 شحال 7 مرات سي اش 3 وبقى لنا الاخراني اللي هو سي اش 2 او سي او اللي هو سي اش 2 14 مره
سي اش 3. دوك الان نقلبوا بين هذو اثنين، هذا نقلبوا بيناتهم، معناها واش يولي؟ يولي عندك سي اش 2 او سي او، ومن بعد سي اش 2 سبع مرات سي اش رابطه مضاعفه، سي اش سي اش 2 سبع مرات سي اش 3، وهذا نقلبه في الوسط يجي في مكان بي، معناها سي اش او سي او سي اش 2 12 مره سي اش 3، وسي خلوه في مكان اللي هو سي اش 2 او سي او، ومن بعد سي اش 2 شحال 14 مره سي اش 3. الان واش نقلب؟ نقلب بين في نخلي خلاص دوك هبطنا هنايا، دوك الان نخلو الاولاني هكذا ونقلبوا بين سي وبي، نقلبوا الان هذه نخلو ا في مكانه ونقلبوا بين سي وبي، نحاول نكتبوها هنا في هذه الجهه، معناها تولي عندك سي اش 2 او سي او، ومن بعد سي اش 2 12 مره سي اش 3. هاي نصغروا شويه باش تكفينا، سي اش او سي او. دوك الان عفوا راني ما قلبتش بين او بين قلنا بين بي وبين سي ودي، خلوها هي، معناها سي اش 2 14 مره سي اش 3. الان نكتبوا الغير مشبع اللي هو بي، نقلبوا في بلاصه سي، قلنا سي اش 2 او سي او، ومن بعد عندك سي اش 2 سبع مرات سي اش رابطه مضاعفه سي اش، ومن بعد سي اش 2 سبع مرات سي اش 3. هذا هو الصيغ المحتمل، عندكم صيغه الاولى، عندكم الثانيه، وعندكم الثالثه، واضح؟ أيوة. الان نواصلوا حل التمرين. الان بقى لنا واش بقى لنا؟ بقى لنا كتبنا ثا اكتب صيغ المحتمل ثلاثي جليسيد. الان نروح نجاوب على السؤال اثنين، ركزوا معايا مليح الان. قال لك لتكن لديك عينه إكراك بها 70% من ثلاثي جليسيد اكس و30% من حمض دهني ا، جد قيمه قرين التصبن الي اس. أيوة. حنا واش عندنا في الدرس؟ واش قلنا؟ قلنا الي اس هي عدد الميليغرامات اللازمة لتعديل الأحماض الدهنية الحرة و و و كلمة و الربط والمتشكل على شكل ثلاثي جليسيريد الموجودة في 1 جرام. وش معناها؟ معناها الحرة مثلا نمرز لها إيلي أس فتحة زائد إيلي أس فتحتين، معناها هذو في زوج موجودين في 1 جرام، المجموع نتاعهم موجود في 1 جرام. نفرضوا احنا في تمرين او في هذا هاوليك في الاعلى كان عندك يقول لك قرينة حموضته او يقول لك قرينة تصبنه الي اس، يقول لك حمض دهني قرينة تصبنه الي اس، معنى هذا الحمض الدهني كاين غير قرينة تصبن، معناها ما كانش اللي متشكل على شكل ثلاثي جليسيريد، معناها ما عندناش هذه، تولي ما عندكش هذه، تولي هذه مجهوله. ايوا بصح الان نفرضوا عندك في مثال واحد اخر يقول لك لتكن لديك ليكن لديك ثلاثي جليسيريد كذا احسب قرينة تصبنه، الان تولي ما عندكش هذه على شكل متشكل على شكل احماض دهنيه حره، يولي 1 غرام غير الهالي برك. بصح الان هنا لا، اعطى لك مزيج بين احماض دهنيه حره وثلاثي جليسيريد. كي يكون عندك مزيج، نعاودوا نرجعوا للتعريف الاصح، التعريف الصحيح تاعنا واش يقول لك؟ هي عدد الميليغرامات من الكواش اللازمه لتعديل الاحماض الدهنيه الحره، هذه احماض هذه اي لي اس احماض دهنيه حره، والمتشكله والمتشكله هي زائد على شكل ثلاثي جليسيريد الموجوده فاش في 1 غرام. الان واش عطى لك؟ راه عطى لك نسب، معناها لازم نحسبوا كل وحده شحال موجوده في 1 غرام. الان عندك شحال نعرفوا باللي 1 غرام هذه، نبداو نحسبوا كل واحد وحده، معناها عندنا واحد حساب الي ا، معناها نقدروا هذه نسموها حساب الي اس فتح. واش عندنا؟ عندنا 1 غرام واش قلنا؟ موجودة في 100% أيوا، وعندنا اللي هي
اكس غرام شحال موجوده فاش شحال موجوده موجوده شحال في 30%. هذه كي نحسبوا اكس هذه بالغرام شحال راح نلقاو 30 في 1 هي 30 نقسموا على 100 معناها 0.3 غرام. ها ايوا الان عندك ام نتاع الحمض الدهني ا، كي نبداو نحسبوا 1 مول تقابلك 1 مول مكاواش، انا ما كتبتهاش انا 1 مول من ا تقابلك 1 مول منين من الكاواش. ايوا الان ام ا تقابلها لك ام ال تاع تعمل تاع الكاواش اللي هي 56 في 10 قوة 3. هنا مول فين نديرو 1 غرام، هذوك ما نديروش 1 غرام، ندير 0.3 غرام. شحال تقابلها لك؟ تقابلها لك اي لي اس فتحة. يستلزم اي لي اس فتحة واش تساوي لك؟ 0.3 0.3 في 56 في 10 قوة 3 ونقسموها على من؟ على ام ا. ام ا رانا حسبناها من قبيل لقيناها واش لقيناها؟ لقيناها عطاها لك حسبناها لقيناها 228. كي نحسبوا الان لا اي لي اس فتحه شحال نلقاوها؟ راح نلقاوها عباره عن 73 فاصل شحال؟ فاصل 68. هذه هي اي لي اس فتحه. واش بقات لنا؟ بقات لنا اي لي اس فتحتين تاع من؟ نتاع 70% من ثلاثي جليسيريد نتاع اكس تاع اللي السابق هذاك. الان واش نديرو؟ راح نديرو 1 مول من اسيد غرا ام تريغليسيريد تعطي لك 3 مول. ايوا شوفوا الان بما انه تريغليسيريد نديرو 3 مول، وكان جا ثنائي جليسيريد نديرو 2 مول، وكان جا احاد جليسيريد نديرو 1 مول. 1 3 مول منين؟ من الكاواش. الان الكتله الموليه نتاع تاع تريغليسيريد ودوك لازم نحسبوها تعطي لك شحال؟ 3 في 56 في 10 قوة 3. والآن إيكراك إيكراك غرام مازال ما حسبتهاش، شحال تقابلك من إي إي إس فتحتين؟ أيوا دوك لازم نحسبوها بنفس الطريقة السابقة. قلنا باش نحسبوا الكتلة إيكراك معناها عندنا 1 غرام تقابلها لك 100%، وعندنا إيكراك غرام شحال تقابلها لك؟ 70%. هذه كي نحسبوها 70 في 1 تقسيم 100 معناها إيكراك تساوي لك 0.7 غرام. نعاودو نرجعو لإي لي إس فتحتين، معناها واش تساوي لنا؟ تساوي لنا 0.7 وما في نديرو 1 غرام، دوك الآن 0.7 في 3 في 56 في 10 قوة 3 نقسمو على من؟ على الكتلة المولية تاع تريغليسيريد. هنا مازال ما حسبناش الكتلة المولية تاع تريغليسيريد. الكتلة المولية باش نحسبوها نعرفو باللي عندنا ام تاع تري جليسيريد نزيدو له شحال؟ 3 ام تاع من اش 2 او. واش يساوي لك؟ يساوي لك ام تاع من تاع الجليسيرول ايوا زائد ماذا؟ زائد ام تاع ا بما انه يتشكل من ثلاث احماض دهنيه ام ا زائد ام لي بي زائد ام لي سي. ومن بعد نحوسوا نخرجوها نقلوا من هي 3 ام الى اخره. انا حسبتها بسرعه بالطريقه التاليه. انا واش درت؟ درت باللي عندك الصيغه نتاع ام تري جليسيريد اللي هي واش تساوي لك؟ تساوي لك ام، انا حسبت كنت حاسبها اللي هي ام 51 سي 51 اش 96 او 6. هذه كي تحسبوها كامل تلقاوها 804 غرام على المول. أيوة. الآن نرجعوا لإي لي إس فتحتين، واش قلنا؟ 0.7 في 56 في 10 قوة 3 ونقسموها على من؟ على 804. بصح هي الحساب تاع الكتلة المولية الأصح هي هذه الطريقة، أنك دير أم تريليجيسيريد زائد أم 3 أم تاع الماء يساوي لك أم جليسيرون زائد أم تاع أ زائد أم بي زائد أم لي سي. نقلوا 3 ام اش 2 او من هيه نعوضوا بالقيم تاع الكليسيرول اللي هي 92. ام ا عندك شحال وام بي عندك وام سي عندك والما نعرفوه ونجمعوا ونلقاو القيمه تاع الكتله الموليه تاع التريغليسيد. هذه هي الاصح، ركز لكم هذه الاصح. انا حسبتها على عجاله.
شحال نلقاو اي لي اس فتحتين هذا راح نلقاوه باللي هو 146.26. ايوا حنا واش عندنا؟ عندنا اي لي اس واش يساوي؟ قلنا اي لي اس فتحه زائد اي لي اس فتحتين. الان نحطوا القيم تاعنا، معناها اي لي اس واش يساوي؟ يساوي القيمه اللي هي 73 اللي لقيناها من قبيل فاصل 68 زائد شحال؟ 146.26. هذه كي نحسبوها راح نلقاوها باللي اي لي اس واش يساوي 219.94. ايوه 219.94. واضح؟ هاي هنا في هذا التمرين الهدف تاعو شنو؟ اننا نعرفوا نوجدوا السياق ا و بي و سي، كذلك استعمال التعديل، قانون التعديل. وهذا السؤال طرح في بكالوريا في السنه الماضيه في الموضوع الاول كان بهذه الطريقه. كذلك عرفنا كيفاش نكتبوا صيغه المحتمله تاع ثلاثي جليسيريد لما يكون ا و بي و سي مختلفين، الاحماض الدهنيه في ثلاثه مختلفين. وكذلك في هذا التمرين كاين الفكره تاع لما تكون عندك مزيج بالنسب، ويقدر ما كان النسب نحسبه باش يعطي لك بالكتل عادي، يعطي لك 0.7 غرام و 0.3 غرام عادي، معناها ما كانش صعوبه. معناها لازم تعرف نعرفوا شنو اي لي اس. المشكله في اي لي اس، بزاف اللي مش فاهمين اي لي اس، انه اي لي اس هو عدد الميليغرامات اللازم لتعديل الاحماض الدهنيه الحره، وهذه كلمه هو معناها تربط المتشكل على شكل ثلاثي، معناها يقدر يكون عندك مزيج او عينه من الزيت او اي عينه فيها مزيج من الاحماض الدهنيه، قادر يكونوا بنسب متفاوته. ونقدروا كذلك هذا التمرين ما نحلو في البدايه ما نحسبش ايكراك واكس هذيك تاع الكتل اللي حسبتهم، نحسب الواحد غرام، ومن بعد نخدم هذيك القيمه الاي لي اس اللي لقيتها تقابلها لك النسبه، ومن بعد اي اس فتحه تقابلها لك النسبه الجديده. نعاود نكرر في هذه النقطه، نقدر نحسب لواحد غرام بالنسبه لايكراك بالنسبه للثلاثي جليسيريد وبالنسبه للحمض الدهني، نحسب لي 1 غرام ما نديرش 0.3. بعد ذلك واش ندير؟ راح ندير القيمه اللي نلقاها، مثلا فرضا لقيت ا اي لي اس، هذه حسبتها ل 1 غرام معناها تقابل لك شحال؟ 100%. ومن بعد ندير اي لي اس فتحه جديده تقابلها لك وشنو؟ 70%. معناها اي لي اس فتحه تساوي لك 70 في اي لي اس اللي حسبتها بالنسبه ل 1 غرامه، ونقسموها على 100. واضح؟ نفس الشيء لما تكون 30%، ثاني نحسب هذيك اي لي اس فتحتين هذيك نحسبها بالنسبه لواحد غرام، ومن بعد نديرها اي لي اس فتحات فتحتين تقابل لك 100 غرام 100%، وندير اي لي اس جديده والله واش راح تكون، نعطي لها رمز وقيل واحد ولا الى اخره، واش راح تقابل لك؟ تقابل لك 30%، ومن بعد نحسبها ونحطوها. عندك طريقتي هكذا. الان رانا كملنا معكم التمرين، حاولوا تعاودوا تحلوه، ونشكركم على حسن الانتباه والاصغاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى، وفي حصص مقبله ان شاء الله. بدمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.